بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. رجعنا لكم بحلقة جديدة عن ببجي موبايل، واليوم يا اصدقائي راح اشرح لكم مهمات الاسبوع السادس من الموسم التاسع عشر. فقبل ما نبدا المقطع يا شباب، لا تنسونا من اللايك وسبسكرايب ومشاركة المقطع واصدقائكم. طبعا ما اطول عليكم بالمقدمة، نروح على الار بي وبعدها نروح على المهام. ومثل ما تشوفون يا اصدقائي مهمات الاسبوع السادس، فراح نبدا بالمهمات الذهبيه لان هي صايره بالبدايه، وبعدين نبدا بالمهمات الفضيه او المهمات المجانيه لان هي صايره بالنهايه. فاول مهمه من المهمات الذهبيه يا شباب، وكالعاده يقول لك اختر مهمه واحده من بين ثلاث مهام. عندنا ثلاث مهام، راح نختار من يمين مهمه واحده. فاول مهمه من ذن ثلاث مهام يا شباب يقول لك اقتل 6 من الاعداء باستخدام اس 686 في الوضع الكلاسيكي. طبعا هذا السلاح يقول لك اقتل من بست اعداء او ست لاعبين. السلاح من فئة البنادق اللي هو اس 686، مثل ما تشوفون يا اصدقائي هذا هو السلاح، يقول لك اقتل ب 6 اعداء وراح تكمل وياك هذه المهمة طبعا بالوضع الكلاسيكي. المهمة الثانية من ذن ثلاث مهام يا شباب يقول لك اقتل 6 من الاعداء باستخدام اس 1897 في الوضع الكلاسيكي. ايضا هذا السلاح من فئة الشوتجان اللي هو مثل ما تشوفون يا اصدقائي هذا هو السلاح قدامكم اللي اسمه اس 1897، ايضا بالوضع الكلاسيكي وايضا تقتل بيه 6 اعداء. المهمة الثالثة والاخيرة من ذن ثلاث مهام يا شباب يقول لك اقتل 6 من الاعداء باستخدام الاس 12K في الوضع الكلاسيكي. ايضا هذا السلاح كله احنا نعرفه اللي هو دائما احنا نستخدمه ابو الست طلقات مثل ما تشوفون يا شباب اللي هو اس 12K. طبعا تقتل بيه 6 اعداء وراح تكمل وياك هذه المهمة. طبعا ذن المهمات الثلاثة تختار من يمهين مهمة واحدة. المهمة اللي بعدها يا شباب يقول لك اختر مهمة واحدة من بين مهمتين. عندنا مهمتين، راح نختار من يمين مهمة واحدة. فأول مهمة من ذن المهمتين يا شباب يقول لك اقتل 15 من الأعداء باستخدام الأوزي في الوضع الكلاسيكي أو اليوزي. طبعا الوضع الكلاسيكي كله احنا نعرفه، وسلاح الأوزي كله احنا نعرفه أيضا، بس هذه للناس اللي ما تعرفه. مثل ما تشوفون يا أصدقائي هذا هو السلاح الأوزي أو اليوزي الناس بعض يسميه. فتروح هناك وتقتل 15 من الاعداء وراح تكمل وياك هذه المهمة. او يقول لك اقتل 180 من الاعداء باستخدام سلاح اليوزي في الساحة. تريد تسوي هذه المهمة بالساحة او تريد تسويها بالوضع الكلاسيكي؟ طبعا اكثريتها راح يسوونها بالوضع الكلاسيكي، بس اكو ناس مجنونة يسووها بالساحة عادي يقتلون 200 او 180. المهم تختار من يمين مهمة واحدة يا شباب، يعني اذا سويتها بالوضع الكلاسيكي ماكو داعي تروح تسويها بالساحة. المهمة اللي بعد يا شباب ويا بنات يقول لك احتل مركزا ضمن افضل ثلاثة مع الاصدقاء 3 مرات في الوضع الكلاسيكي. هنا انت وتيمك لازم تكونون بالتوب 3، يعني اخر 3 تيمات موجودة بالسيرفر او موجودة بالجيم. تسوي هذه المهمة وراح تحصل على 75 نقطة اربي. مهمة سهلة وما يحتاج لها اي شرح. المهمة الاخيرة من المهمات الذهبية يا شباب يقول لك التقط مسدس المميض في 8 من المباريات ضمن فريق في الوضع الكلاسيكي. هنا لازم انت تكون انت وسكوادك وتحصل على مسدس الوميض او مسدس الدروب او مسدس الفلير جان، كله احنا نعرفه. عادي تاخذ المسدس من صديقك بدون طلقة، راح تنحسب وياك هذه المهمة ان شاء الله، وراح تحصل على 75 نقطة ار بي. خلصنا من المهمات الذهبية يا شباب، رجعنا وياكم بالمهمات الفضية او المهمات المجانية. فاول مهمة من المهمات المجانية يا شباب يقول لك اقتل 24 من الاعداء في غرفة او فوق سطح في الوضع الكلاسيكي. طبعا هذه المهمة هواي تكررت عندنا بالمواسم الماضية وبالاسابيع الماضية. طبعا شارح هذه المهمة بالتفصيل، راح اخلي لكم رابط الشرح مال هذه المهمة بالوصف، اول يعني اول ما تنزل بالوصف راح تلقون هذا الرابط. كل ما هنالك انه انت تكون بغرفة او فوق سطح وتقتل الاعداء داخل الغرفة او فوق السطح، راح تكمل وياك هذه المهمة وراح تحصل على 125 نقطة ار بي. المهمة اللي بعد يا شباب ويا بنات وكالعادة يقول لك اختر مهمة واحدة من بين ثلاث مهام. عندنا ثلاث مهام، راح نختار من يمين مهمة واحدة. فاول مهمة من ذن ثلاث مهام يا شباب يقول لك اقتل 8 من الاعداء باستخدام بنادق القنص اليدوية في ميرامار في الوضع الكلاسيكي. طبعا ميرامار خريطة الصحراء وكل احنا نعرفها. البنادق القنص اليدوي مثل ما تشوفون اللي هي الكار الام 24 الاوم الوين 94 والموسين غان. تروح هناك وتقتل 8 من الاعداء وراح تكمل وياك هذه المهمة ان شاء الله. المهمة الثانية من ذن ثلاث مهام ايضا يقول لك اقتل 8 من الاعداء باستخدام بنادق القنص اليدوية في سان هوك في الوضع الكلاسيكي. هنا طالبها من عندك سان هوك والبنادق القنص اليدوية قلت لكم عليها اللي هي الكار الام 24
والأوم والموسين غان والوين 94. المهمة الثالثة من ذات ثلاث مهام أيضا يقول لك أقتل 8 من الأعداء باستخدام بنادق القنص اليدوي في إيرنجل في الوضع الكلاسيكي. إيرنجل أعتقد كلها راح تسويها بإيرنجل، أنه تأخذ كار أم أو أم 24 أو أوم وتكمل بهذه المهمة وراح تحصل على 75 نقطة أربي. المهمة ما قبل الأخيرة يا شباب يقول لك أصب اللاعبين باستخدام فاماس لعدد 120 من المرات في الوضع الكلاسيكي. بالبداية خليني أشوفكم السلاح اللي هو الفاماس، طبعا هو من أسلحة الأي آر مثل ما تشوفون يا أصدقائي، هذا هو السلاح موجود أعتقد بليفي كان دائما أشوفه، ما شفته بغير خريطة، موجود هذا الفاماس بليفيك. يقول لك أصيب اللاعبين لعدد 120 مرة، تستخدم هذا السلاح وتضرب بيه على الاعداء، يعني تستخدم هذا السلاح الفاماس اللي تلقاه موجود بليفيك، ما اعتقد موجود بغير مكان، موجود فقط بخارطة ليفيك حصرا. هذا السلاح اللي هو فاماس شوفتكم اياه، تصيب اللاعبين 120 من المرات في الوضع الكلاسيك، يعني تصيب اللاعبين 120 مرة حتى تكمل وياك هذه المهمة ان شاء الله. المهمة الأخيرة من المهمات يا شباب يقول لك التقط قنبلة دخانية خلال 20 من المباراة في الوضع الكلاسيكي. قنبلة دخانية اللي هي سموك كل احنا نعرفها، 20 مباراة 20 قنبلة دخانية وراح تكمل وياك هذه المهمة ان شاء الله. اي سؤال اي استفسار يا شباب اكتبوا لي بالتعليقات. وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسونا من اللايك وسبسكرايب ومشاركة المقطع واصدقائكم، وبس اشوفكم بخير.